يقول: عند إقامة العزاء الجماعي هل يجوز قراءة سورة ياسين في هذا العزاء؟ ما يجوز إقامة العزاء. من قال عزاء؟ ما يجوز، ولا يجوز الاجتماع للعزاء، كل هذا من البدع. ولا ضرب أيام معدودة للعزاء، العزاء تعزي في المقبرة، تعزي في المسجد، تعزي أي مكان وجدت المصاب فيه تعزيه، نعم، في الجوال، في التلفون، نعم.